ان احنا عندنا ذكرى رحيل الطفلة المعجزة في السينما المصرية، فيروز. فيروز اللي عملت كل حاجة وهي قد كده اهو، كان اظن عندها 4 أو 5 سنين لو انا متذكر، مع بداية اكتشافها على ايد صانع السينمائي الكبير بالمناسبة انور وجدي، لانه انور وجدي صانع من صناع السينما وصانع مهم في السينما. اكتشف فيروز، رقصت وغنت ومثلت وقلبت الدنيا. خلونا ناخد معانا على التليفون الناقد الفني احمد سعد الدين. اهلا 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 يا استاذ احمد. الو، لسه الخط قطع، نرجع مره تانية. فيروز بالمناسبه برضو هي نموذج مهم جدا ان انت تقعد تتكلم عنه، يعني ان فيروز اللي عملت سلسله الافلام الشهيره بتاعتها مع انور وجدي الله يرحمه، وهذه الافلام بالمناسبه كانت من افلام الشباك زي ما يتقال، يعني خلاص الناس عارفه فيروز انور وجدي يبقى الفيلم ده بيكسب فلوس، وانور وجدي كان منتج وصانع ذكي، يعني لا يذهب الى فيلم قد يمنى بخساره. وبعدين ما اقدرش اقول لك مرحله اختفاء كامل، لكن اختفاء طفيفه عادت فيها فيروز تاني وهي في سن المراهقه. وانا هنا سؤالي دايما، ليه ما خدتش نفس القلق ونفس اللمعان اللي خدته فيروز الطفله؟ الا انه ايضا فيروز كانت من الذكاء انها خدت القرار بتاع انا مش هكمل تمثيل، ده وارد يكون ده قرارها، وارد ان ده يكون قرار الظروف. ثم ارتبطت فيما بعد ذلك بزواج ناجح جدا مع رحمة الله عليه الأستاذ بدر الدين جمجوم، أو أدي الصورة، طبعا دي صورة الفنانة الكبيرة الرائعة. بالمناسبة ده برضو بيجي مع ان احنا كنا امبارح بنتكلم على زيارة فخامة الرئيس لأرمينيا، وعلى جزء من كلمة الرئيس عندما تحدث عن دور الأرمن في إثراء الحياة الفنية والثقافية والاقتصادية كمكون رئيسي جوه المجتمع المصري. جميلة فيروز. معانا ريال، معانا ريال، انا حافظ الاغنيه دي. معانا على التليفون ناقدنا الفني الكبير الاستاذ احمد سعد الدين. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا اهلا يا استاذ احمد، ايه الاحوال؟ أهلاً. كله تمام الحمد لله زي الفل. فيروز في السينما استاذ احمد كيف تراها؟ علامه فارقه لا قبل ولا بعد، لان احنا بنتكلم على الطفله المعجزه. هنا لازم نشير ان انور وجدي كان عنده عين خبيره قوي. هو اللي اكتشف فيروز وهي عندها 7 سنين، الفنان الكبير الياس مؤدب كان صديق والدها وبيروح عندهم وبيعزف، فشافها بترقص بشكل غريب مختلف، فهنا حب يلحن لها. ثم سمع انور وجدي فراح جابها وعمل منها في الوقت ده، يعني كنا بنقدر نقول شاري تامبل الشرق. صح. الطفلة المعجزة الجميلة اللي جاب لها ناس تعلمها الرقص وتعلمها الكلام وتعلمها كل حاجة، ودي أول طفلة كان يتباع كمان باسمها، كنا بنقول أنور رجدي فيروز. يعني زي أنور رجدي وليلى مراد مثلا. فهنا عملت حوالي 10 أفلام، بداية من سنة 50 ابتدت بفيلم ياسمين، ثم فيروز هانم، وبعد كده كملت، لكن درة التاج اعتقد هو فيلم ذهب. كان مختلف، لكن انور وجدي قدر يستغل ويوظف موهبتها بشكل غير طبيعي، يعني شفناها وهي بتغني معانا ريال معانا ريال. طبعا. شفنا وهي بترقص بتقلد ساميه جمال وبتقلد تحيه كاريوكا، الرقصات المختلفه. طبعا بالنسبة لطفلة عندها 7 و8 و10 سنين دي معجزة مش سهلة. عندها أغاني زي كروان الفهل فن وبلبل، دي حاجة جميلة جدا. أنور وجدي أكتر واحد قدر إن هو يستغل ويوظف موهبتها، ولكن أنور وجدي ربنا ما ادالوش العمر بعد كده، يعني فضل مع فيروز حوالي 5 6 سنين. صح. وهنا كانت العلامة الفارقة، مين هيقدر يوظفها تاني زي انور وجدي؟ عملت كام فيلم، ولكن اختلاف بقى السؤال اللي حضرتك كنت بتقوله من شويه،
ان هي ليه ما كملتش. صح. وهنا الاصعب ليه؟ لان احنا كجمهور ارتبطنا بالطفلة المعجزة، الطفلة المعجزة عملت كل حاجة، لكن لما جت بعد كده في سن الصبا وهتكبر ومفيش انور وجدي اللي يقدر يوظفها صح، الناس هنا هتتعامل معاها ان هي ممثلة كبيرة ولكن تبقى في الذاكرة الطفلة افضل، فهي فضلت الابتعاد عن النقطة دي. طب ليه ما فكرتش انها تستمر بنفس العوامل، يعني اللي بتمثل وبترقص وبتغني وبتقلد وبتعمل سكتش، يعني ليه ما كملتش في نفس ذات المسار وفضلت مكملة على موهبتها اللي تم اكتشافها من قبل أنور وجدي؟ سؤال حضرتك مهم جدا، لكن تعال نشوف حاجة تانية. النجاح الساحق والكبير قوي 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 في الفترة اللي هي فترة الطفولة مع وجود منتج ومخرج وفنان زي أنور وجدي، صعب جدا لما يختفي هذا الرجل ان هي تقدر تكمل بالشكل ده. عايز حد يتبنى موهبتها، مش عايز حد يستغل الموهبة بتاعتها او اسمه خلاص. صح صح. فده نقطة بتبقى مهمة، وده يفسر لنا على فكرة كل الاطفال اللي نجحوا في السينما بسيط ما يجيش 5% اللي قدر يكمل وينجح وهو كبير، قليل جدا جدا قليل جدا، يعني فيها شيء من الندرة إلى أبعد الحدود. بالضبط بالضبط. يعني احنا بنفتكر محسن محي الدين الله يرحمه، طبعا ممدوح عبد العليم، ليلى علوي، لكن في آلاف اشتغلوا وفي نفس الوقت ما عادوش موجودين على الساحة. ما احنا عندنا من نفس ذات العائلة لبلبة، لبلبة بدأت صغيرة وكبرت. لبلبة ابتدت صغيرة وكانت جميلة وبتأدي أدوار جميلة، لكن نجاح لبلبة وهي صغيرة ما جاش زي النجاح الساحق لفيروز. فيروز تعلق الجمهور باسمها وبارتباطها بأنور وجدي وموهبتها وهي طفلة عملت كل حاجة، فلما تكبر هو عايز منها جديد أو عايز منها اختلاف أو عايز منها ذكرى حلوة، فهي فضلت الذكرى الحلوة أكتر. مش عارف يعني، انا اشوف انه ما هو لبلبة قدرت انها في سنها المبكرة انها تكون علامة من علامات البهجة في الوسط الفني، بتقدم لنا تريقة وتقليد وهزار وتطلع في الافلام وتغني وتمثل وهكذا، واستمرت لبلبة بقى في مسارها لمراحل النضج المهولة بتاعتها، يعني وصولا بقى لليلة ساخنة وما الى ذلك، خلاص بقى ده الوهج، لكن في السن المبكرة قدرت انها تحافظ برضو على جزء من هذا القلق. نجاح لبلبة كان بالتدريج. يعني وهي صغيرة كانت ملفتة للنظر، لكن في نفس الوقت ما كانش النجاح الساحق. اوكي تمام. الحاجة الثانية، انت بتحب البنت اللي عملت كل حاجة واللي قلدت الكبار ونافست الكبار وهي صغيرة. لما تيجي تنتقل من الصبا الى الشباب، انت عايز بنت شابة، طب البنت الشابة دي النقلة دي هتتعامل معاها ازاي؟ كانت عايزة عبقرية، لازم يكون في مدرسة وراها. صح. شخص ما. صح. هنا كانت نقطة، وهي افتكر ان الفنانة فيروز في يوم من الايام قالت جملة، قالت انور وجدي يا جماعة ساعة ما كان يوصل الاستوديو كنت تحس ان وراه في موسيقى تصويرية لشخصيته بذكائه بعنفه وبكل حاجة. قدر يوظف ناس كتير، يعني انا رجل اللي ادى فرصه لاسماعيل ياسين يبقى نجم. صح. فهنا هذه المؤسسه اللي هي انور وجدي اختفت سنه 55 56. هو كان صانع حقيقي، صانع حقيقي بالضبط. مش مجرد منتج عادي يعني. لا 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 لا، انور وجدي مؤسسه متكامله. ده حقيقي 100%. استاذ احمد اتمنى انه تنورنا، ده بجد، وعايزين نقعد نتكلم حبتين كده ونقعد نقرخ للسينما ونقعد نفكر في الاسئله الجدليه دي في وجود حضرتك، لعلنا نجد اجابات شافيه. اشكرك جدا يا فندم، كل الشكر حضرتك ناقدنا الفني الكبير استاذ احمد سعد الدين.